السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخوان الطلاب أخوات الطالبات في محاضرة جديدة من محاضرات مقرر الإدارة الدولية. قبل ما نبدأ في الفصل الثامن نسترجع معا الفصل السابع والذي كان يتناول البيئة المالية. تناولنا في الفصل السابع منظمات تعمل لتحليل التجارة، تكلمنا عنها وتكلمنا عن أنواع من هذه المنظمات، وتكلمنا عن منظمات تعمل في تمويل موازين المدفوعات، وتكلمنا عن منظمات تعمل في تمويل التنمية والاستثمار، وتكلمنا أخيرا عن الأسواق المالية. بالنسبة للمنظمات التي تعمل في مجال تحليل التجارة، ادينا مثال لمنظمة أساسية ومنظمة رئيسية، وهذه المنظمة هي منظمة التجارة العالمية، ومنظمة ليها دور مهم جدا. قلنا ان بعد الحرب العالمية الثانية كان في اتجاه لتنمية التجارة الخارجية والتعاون بين الدول، وبالتالي كان في اتفاق على التوحد تحت مظلة منظمة او اتفاقية، وهي اتفاقية التجارة. بعد فترة معينة تحولت اتفاقية إلى منظمة كاملة لها أسس وليها قواعد، وبالتالي أصبحنا أمام نموذج منظمة التجارة العالمية اللي هي باختصارها يا جماعة ومسمها World Trade Organization، أو كنا بنسميها إحنا اتفاقية الجات أو منظمة الجات. قلنا هذه المنظمة بتقدم منبر لإعضائها للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وبتتدخل في إدارة إجراءات تسوية النزاعات، وتقوم على إدارة السياسات التجارية، وليها أهداف مهمة. وتكلمنا على أهم مبادئ المنظمة: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. قلنا يعني مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، قلنا هي أن من خلال هذه الاتفاقية أي دولة بتقدم تمييز أو تفضيلات لدولة أخرى فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فعليها أن تقدم نفس المحفزات ونفس التمييز للدول الأخرى الموقعين على الاتفاقية، وده كان بهدف توسيع نطاق الدول التي تندرج ضمن الاتفاقية. مبدأ الشفافية ويتعلق بنشر المعلومات، وبالتالي لازم يبقى فيه شفافية في نشر المعلومات. النهاردة بنتكلم على التبادل التجاري، يجب أن يكون في شفافية بين الدول وبين المنظمات، خاصة النهاردة في بعض الدول أو في مؤسسات حكومية ليس بسهولة تقدم معلومات للمستثمرين وكل من يرغب في إقامة مشروعات أو تأسيس مشروعات خارج حدود المحلية، وبالتالي مبدأ الشفافية أصبح مبادئ مهمة المتأكد عليها اتفاقية الجات سابقا، وحاليا كما نسميها منظمة التجارة العالمية. مبدأ المعاملة الوطنية، وهو مبدأ يتعلق به أن منح الدول الأعضاء للمنتج الأجنبي نفس المعاملة الممنوحة للمنتج المحلي، يعني ما ينفعش أنك تميز المنتج المحلي عن المنتج الأجنبي. اتكلمنا بقى على هيكل منظمه التجاره العالميه، واتكلمنا يعني بشكل عام، قلنا في مؤتمر وزاري هو اعلى سلطه موجوده في المنظمه، وفي مجلس عام، وفي لجان مختلفه، يعني بدون ذكر تفاصيل يعني الاشياء دي ممكن ما تكونش ذات اهميه، لكن خلينا نعرف دايما اهداف المنظمه ايه والمبادئ بتاعتها ايه. اتكلمنا على صندوق النقد الدولي، وقلنا الصندوق دوت تم تاسيسه لاعاده ترتيب الوضع النقدي العالمي بعد انهيار نظام قاعده الذهب. نظام قاعده الذهب اتكلمنا عليه وقلنا ده نظام كان سائد في الاول، اللي كان بيتم حساب العملات من خلال قيمه الذهب الموجود في العمله، ولكن بعد انهيار النظام وظهور الدولار والسيطره بتاعت الدولار واليورو الوضع اختلف، فتم تاسيس صندوق النقد الدولي. معروف جدا صندوق النقد الدولي، وليه شهره عالميه وكلنا نسمع عنه بكل تاكيد، وهدفه او ليه اهداف متعدده، وهو تشجيع التعاون النقدي بين الدول الاعضاء، العمل على ثبات أسعار صرف العملات، والتخلص من قيود الصرف الأجنبي، ومساعدة الدول التي تعاني من اختلال ميزان المدفوعات بوضع موارد الصندوق في أيديها دون الحاجة لاتخاذ تدابير انكماشية، يعني أمور مهمة جدا. طبعا بيكلمنا على رأس مال الصندوق المدفوع، وبعد كده اتكلمنا على صندوق النقد العربي كمثال لمنظمة عربية تساهم في تمويل موازين المدفوعات. صندوق النقد العربي تم تأسيسه عام 1976 ومقره إمارة أبو ظبي، ورأس مال قدره 250 مليون دينار. إيه أهداف الصندوق؟ تصحيح الاختلال بي في موازين الدول الأعضاء، استقرار أسعار صرف العملات بين الأعضاء، وتحقيق قابلية التحول، وتطوير الأسواق المالية العربية، وتنسيق موقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية المختلفة، وتسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء. وتكلمنا على البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقلنا البنك الدولي للإنشاء والتعمير بيعمل زي المصارف التجارية، ولكن هو يعتمد في تمويل عملياته على أموال التي تقترضها من السوق المالي أكثر من اعتماده على رأس ماله، يعني هو
في عمليات بتتم في سوق راس المال، هو بيقترض من خارج سوق راس المال وبيمول مشروعات وليه دور مهم طبعا. ف من اهم ادواره العمل على نمو التجاره العالميه والمحافظه على موازين المدفوعات بتشجيع استثمار الاموال الدوليه وتشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبيه الخاصه ومنح القروض للمؤسسات الاقتصاديه. وتكلمنا عن الصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتكلمنا على اهداف هذا الصندوق، وقلنا هو تمويل المشاريع الاقتصاديه ذات الطابع الاستثماري في الدول العربيه وتشجيع توظيف الاموال العامه والخاصه بطريق مباشر وغير مباشر وتوفير الخبرات والمعونات الفنيه في مجالات التنميه الاقتصاديه. وتكلمنا على البنك الاسلامي للتنميه، وقلنا ان هذا البنك مهم جدا وبيمارس حاليا دور مهم جدا في تنميه الاستثمارات بين الدول الاسلاميه، وطبعا قلنا هو بنك يعمل وفقا لضوابط الشريعه، وبالتالي هو بيعمل على المشاركه في رؤوس اموال المشروعات. النهارده بيساهم يا جماعه في مشروعات بتقيمها الدول الاسلاميه، وبيساهم في تنميه التجاره الخارجيه والتبادل ما بين الدول الاسلاميه، ويقبل ودائع واكتساب الاموال ويمنح قروض لتمويل المشروعات، وبالتالي ليه دور مهم جدا، دور فعال جدا. اتكلمنا بعد كده يا جماعه على الاسواق الماليه وتطورات حصلت في الاسواق الماليه، ذكرنا عده انواع من التطورات، كان بينها رفع القيود عن المعاملات الماليه وتقنيه التكنولوجيا والمعلومات وانتشار الاوراق الماليه والتوريق وكبر حجم المؤسسات الماليه. دي كلها كانت متغيرات. وتكلمنا على الاسواق الماليه العالميه، وتكلمنا على اسواق النقد الاوروبي واسواق الصرف الاجنبي واسواق الاسهم والبورصات، وتكلمنا على اللاعبين الجدد او الناس اللي ليهم تاثير حاليا في الاسواق الماليه، ومن ضمنها منظمات التمويل الاسلامي طبعا. وتكلمنا عن الصرف المركزي، وتكلمنا اخيرا عن صناديق السياده واهميه صناديق السياده وكيف انها بتلعب دور كبير جدا حاليا في تنميه الاقتصاديات. ننتقل بعد كده يا جماعه الى ننتقل الى الفصل الثامن. ويتناول عنوان مهم وموضوع مهم احنا درسناه قبل كده على مستوى الاداره، ويمكن تفتكروا ماده الاداره الاستراتيجيه اكيد درستوا الماده ديت. في بندرس في الاداره الدوليه فصل عن التخطيط الاستراتيجي الدولي. التخطيط الاستراتيجي الدولي بيكلمني هذا الفصل على مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وبيكلمني على مراحل التخطيط الاستراتيجي. طبعا هنا يا جماعه في اهميه لهذا الموضوع واهميه كبيره لهذا الموضوع. التخطيط الاستراتيجي يتعلق بالرؤيه، احنا عايزين نوصل لفين. حاليا الشركات التي تنمو وتتطور وتتميز في الاسواق العالميه هي الشركات اللي عندها رؤيه واضحه، عارفه هي رايحه فين. فهذا الموضوع يشكل اهميه كبيره بالنسبه للاسواق الدوليه، خاصه في ظل متغيرات وعناصر متعددة تؤثر على بيئة الأعمال الدولية. النهاردة الشركة لما تكون شغالة على النطاق المحلي غير يا جماعة لما تكون شغالة على النطاق الدولي، في متغيرات زيادة. فإذا كانت هي تخطط وهي تعمل على المستوى المحلي، فبالضرورة يجب أن تخطط وهي تعمل في المجال الدولي وفي الأسواق الدولية، وبدون تخطيط تبقى في مشكلة كبيرة جدا. ودوت بالنسبة لكل الشركات والمؤسسات. فإحنا بنسترجع معا ما درسناه سابقا يمكن فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، ونعرف اولا يعني ايه تخطيط. بيقول التخطيط هو تحديد الاهداف وتحديد العمل الضروري لتحقيقها. يعني النهارده التخطيط معناه يا جماعه ان في هدف عايز اوصل له، انا بحدده كويس جدا. طبعا تحديد اهداف معروف ويمكن نتكلم عليه هنا انك انت لما تيجي تحدد هدف يجب ان يكون هناك في مواصفات الهدف. ايه هي مواصفات الهدف؟ احنا درسناها قبل كده بكل تاكيد. الهدف يجب ان يكون قابل للقياس، يعني النهارده ما احطش هدف عام ولكن قابل للقياس. طب حد اديني مثال لهدف قابل للقياس. لما اتكلم على طالب جامعه، لما طالب الجامعه يقول لك ان انا هدفي تخرج من الجامعه، هل هذا هدف؟ لا يعتبر هذا هدف لانه غير قابل للقياس. يعني هو ممكن يتخرج السنه دي، يتخرج بعد 4 سنين، بعد 10 سنين، ما فيش هدف واضح. لكن لما يقول لي الهدف هو التخرج من الكليه خلال 3 سنوات، خلال 4 سنوات، او بعد 4 سنوات بتقدير كذا وتخصص كذا، يبدا الهدف يبقى واضح تماما بالنسبه للطالب. فالنهارده هو طول ما هو ماشي عارف او بيقدر يحدد هل هو ماشي على الطريق اللي هو هيوصله الهدف، ولا يجب ان يعدل ما يقوم به في سبيل يوصل الهدف. فدوت نقطه اساسيه، لازم التخطيط دايما يرتبط بهدف. فانا بحدد الهدف اللي عايز اوصله، وبحدد ازاي اوصل للهدف دوت.
فالنهارده التخطيط بيقول لي هو تحديد الاهداف وتحديد العمل الضروري لتحقيقها، فانا عايز اوصل ليه واوصله ازاي، ايه الهدف بتاعي واوصله ازاي. هو ده التخطيط بمنتهى البساطه. هذا التخطيط ينطبق على الفرد وينطبق على المؤسسه وينطبق على المجتمع. فالابداع بنتكلم طبعا درسنا قبل كده يا جماعه، عارفين ان الاداره عباره عن تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابه. تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابه دي بنسميها احنا ايه، وظائف ايه، وظائف الاداره. يعني اي وظيفه بدون لا تمارس، اذا نحن امام مشكله اداريه. اي مدير لا يمارس هذه الوظائف فنحن امام نموذج قد يواجه مشاكل جدا في العمل الاداري، مشاكل كثيره جدا في العمل الاداري. التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه. التخطيط عاده بيتم عن ورق، فالنهارده لازم احدد انا رايح فين والهدف رايح له دوت اوصله ازاي وايه الامكانيات المطلوبه. فلو في صوره واضحه عندي بالنسبه لي للتخطيط على مستوى الشركه، على مستوى الاداره، على مستوى الاقسام، على مستوى كل موظف داخل الشركه وداخل المؤسسه، اذا هنستطيع ان احنا ناخد خطوات جيده جدا، خاصه لما نتكلم على منافسه دوليه. طيب ده بالنسبه للتخطيط. طيب ما هو التخطيط الاستراتيجي بقى؟ لما نزود بعد الاستراتيجي. الاستراتيجيه مفهوم كان نشا اساسا في البيئه العسكريه، وانتقل بعد كده للبيئه المدنيه والمؤسسات الاعمال والشركات والى اخره، لكن هو دايما يتعلق برؤيه بعيده المدى. فالنهارده بيكلمني بيقول لي ايه؟ التخطيط الاستراتيجي هو عباره عن تقييم بيئه المنشاه ونقاط قوتها الداخليه، ومن ثم تحديد اتجاهات واهداف المنظمه وتخصيص الموارد اللازمه لتحقيق اهداف المطلوبه. فهنا بيقول لي معنى ايه كده يا جماعه؟ ان احنا ندخل البيئه في القصه. لما نتكلم عن تخطيط استراتيجي فنتكلم عن بيئه. عاده والكلام ده احنا درسناه قبل كده اتصور، في اسلوب بنستخدمه هتكلم عليه بعد شويه يا جماعه اللي هو SWOT analysis، هتكلم عليه بعد شويه. لكن عموما دايما لما اجي احب اتحرك لقدام او احدد اهداف يجب ان ابدا من الداخل، اشوف ايه نقاط القوه عندي وهي نقاط الضعف، وبعد كده ابدا ابص حوالي عشان احدد ما هي الفرص وما هي التهديدات، وبناء على ذلك احدد ايه الاهداف المطلوبه بتاعتي. فدوت تحليل مهم جدا وموقف مهم جدا. فلما نتكلم عن تخطيط استراتيجي فاحنا بنتكلم عن بيئه يتم دراستها، بيئه داخليه وبيئه خارجيه، وبناء عليها بنحدد اهدافنا ايه، وبعد ما نحدد اهدافنا ايه نحدد كيف نصل الى هذه الاهداف، او ايه الموارد التي يجب ان نديرها وننظمها ونفعلها في سبيل الوصول لهذه الاهداف. اذا التخطيط الاستراتيجي عباره عن تقييم بيئه المنشاه ونقاط قوتها الداخليه، ومن ثم تحديد اتجاهات واهداف المنظمه وتخصيص الموارد اللازمه لتحقيق الاهداف المطلوبه. فهنا بيقول لي كمان عندما تعمل الشركه في بيئه دوليه فنحن بصدد عوامل اكثر تعقيدا. فالنهارده بيقول لي ممكن البيئه تشمل عده اقطار، عده دول، وممكن تشمل عده قارات، ودوت بيبين يا جماعه اهميه وقيمه التخطيط. خلينا ندخل في العوامل اللي احنا هنحللها وندرسها. فبيقول لي اول حاجه دراسه البيئه. البيئه الداخليه عباره عن ايه يا جماعه؟ ما هي البيئه الداخليه؟ هي عباره عن الامكانيات التي تمتلكها المنشاه، ماديه، بشريه، فنيه، معلوماتيه، تنظيميه، كافه البيانات التي تمتلكها الشركه ومنشاه ومنظمه هي دي تدخل في نطاق البيئه الداخليه. فبيقول لي هنا طيب لما ندرس البيئه الداخليه بندرس عشان نعرف ايه؟ قال لي عشان نعرف نقاط القوه والضعف. بالظبط زي الانسان لما يجي يحدد اهداف ليه اول حاجه يبص داخله ويحدد ما هي نقاط قوته وما هي نقاط ضعفه، وبعد كده بيبص في البيئه المحيطه ويحدد ما هي الفرص وما هي التهديدات. من خلال هذه الدراسه يقدر يحدد اهدافه بالظبط. برضه نفس الكلام ينطبق على المنظمات والشركات. فالنهارده في اول حاجه بيتم دراسه البيئه الداخليه. النهارده في موارد بشريه قد تكون فيها تميز وكفاءات فتعتبر نقطه ايه؟ قوة. وقد تكون في ضعف في هذه المهارات وهنا تعتبر نقطة ضعف. الموارد المالية قد تمتلك المنظمة موارد مالية متميزة، عندها إمكانيات مالية متميزة، هذه تعتبر نقطة قوة. والعكس قد تكون الإمكانيات المالية للشركة المنظمة ضعيفة وهنا تعتبر نقطة ضعف وبالتالي تحتاج تستلزم التعامل. قد تمتلك الشركة التكنولوجيا وهذه تعتبر نقطة قوة، وقد تفتقد التكنولوجيا وتعتبر نقطة ضعف. فدوت بيشكل البيئة الداخلية. طبعا طب ازاي يا جماعة بتتم الدراسة؟ عشان انا اذكركم بس باللي احنا درسناه قبل كده.
ازاي انا بدرس البيئه الداخليه؟ دلوقتي احنا اتكلمنا على ان احنا بنحدد نقاط القوه والضعف، لكن ازاي بحددها؟ ايه الاساليب او الادوات، ايه التولز اللي انا بستخدمها عشان احدد هذه طبعا الاستقصاءات والدراسات العلميه والملاحظه ودفاتر الشركه ومستندات الشركه وكل ما تمتلكه الشركه من مستندات ودفاتر ومراجع والى اخره، وبالاضافه لدراسات مدنيه بنعملها، بالاضافه لملاحظات، بالاضافه لمقابلات، كل دوت بيخلينا اقدر اطلع بمعلومات متعمقه وتفصيليه عن الاوضاع الداخليه للشركه. فبتصور عندي واضح تماما. طيب دوت بنسميه احنا البيئه الداخليه، يبقى البيئه الداخليه يتعلق بيها يا جماعه بايه؟ ها؟ نقاط القوه ونقاط الضعف. طبعا هيبقى مطلوب ايه بعد كده؟ ان انا وانا بحدد الاهداف بتاعتها ابقى حريص ان في نقاط قوه بستغلها بدعمها، وفي نقاط ضعف لازم ايه؟ اتعامل معاها عشان اوصل الاهداف بتاعتي. طيب بعد كده بيتكلمنا على البيئه الخارجيه، باذن احنا دلوقتي في الداخل بنبص على البيئه الداخليه ونحدد نقاط القوه والضعف، ندرس الموارد الماليه والبشريه والفنيه والمعلوماتيه والتنظيميه والتكنولوجيه، وندرس البيئه الخارجيه. طيب البيئه الخارجيه تعني ايه؟ جميع المتغيرات الديموغرافيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه المحيطه بالمنظمه، وديت برضو درسناها قبل كده حتى في المقرر دوت في فصل سابق تحدثنا عن البيئه الخارجيه، وفي مقررات سابقه اكيد انتم درستوا ما يقصد بالبيئه الخارجيه، كل المتغيرات المحيطه بالمؤسسه او المنظمه. طبعا هذه المتغيرات يا جماعه مؤثره جدا، مؤثره للغايه هذه المتغيرات، وبالتالي بتحدد الشركه من خلال هذه المتغيرات ايه الفرص اللي قدامنا، فنحول هذه الفرص لاهداف. واضح يا جماعه؟ او يبقى في تهديدات، وارد يبقى في تهديدات هتواجهنا، وبالتالي بهدفنا ان احنا نتغلب على هذه التهديدات او ان احنا نحول التهديدات الى ايه؟ الى فرص. ودوت جانب مهم جدا واساسي جدا، وخدنا مثال قبل كده على شركه ماكدونالدز، قلنا ازاي لما كان بتواجهها تهديد مباشر من عملاء ومجتمع ابتدى يغير سلوكياته وثقافته بالنسبه للشركات التي تتعامل فيها الاغذيه والوجبات السريعه، وابتدى يتعامل بحرص او يقلع بشكل كبير عن شراء الوجبات لما فيها من دهون والى اخره. فازاي شركه ماكدونالدز استطاعت ان هي تغير هذا التوجه وتحول التهديد الى فرصه؟ فانا بيقول لي احنا بندرس المتغيرات البيئيه طبعا بندرسها ازاي؟ برضه بنفس الكلام، احنا بنعمل دراسات وابحاث ونشوف ما يكتب ونشوف اعلام ونشوف مكتبات ونشوف مراجع ونلاحظ الاوضاع حوالينا ماشيه ازاي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وكل دوت بنستخدمه عشان نوصل لتصور في الاخر ان دوت الاوضاع ودوت المتغيرات بتاثر عليها. طبعا بعد كده بيقول لي انك انت بعد ما تدرس هذه المتغيرات هيزرع عندك في طبعا في كذا سوق، في كذا دوله وكذا سوق، فانت هنا بتدرس درجه المخاطره ومتوسط دخل الفرد، وبالتالي هذه المؤشرات دي بنستخدمها عشان تفاضل بين سوق واخر. انت النهارده مطلوب انك او في قدامك بديلين، البديل الاول انك تتجه الى السوق الدولي الف، البديل الثاني ان تتجه الى السوق الدولي ب. طيب ازاي هتاخد القرار بتاعك؟ قال لك في مؤشرات بتاخدها بعد ما تجمع المعلومات احنا قلنا عليها خاصه بالبيئه الخارجيه، في مؤشرات بناخدها خاصه بدرجه المخاطره ومتوسط دخل الفرد. هنا هل درجه المخاطره اعلى من السوق دوت ولا السوق الثاني اعلى؟ متوسط دخل الفرد هل هو هنا اعلى ولا هنا اعلى؟ لان الحاجات دي هتبقى مؤثره في اتخاذ قرار ان ندخل سوق معين دون سوق اخر. طبعا بيقول لي لازم كمان نتأنى في ذلك، يعني النهارده ممكن يكون متوسط دخل الفرد مثلا في سوق من الاسواق منخفض، لكن في فرص ايه يا جماعه؟ في فرص تسويقيه عاليه وفي فرص استثمار عاليه. فبيقول لك انتبه وانت بتحدد وتجمع المعلومات وتضع المؤشرات، انتبه وادرس دراسه متعمقه عشان توصل لتصور واضح في هذا الامر. طبعا بيقول لي المنشاه ممكن تنتهج بالسوق التدريجي. يعني ايه تدريجي؟ يعني فاضل بين البلدان حسب مراحل معينه، كل مرحله يستخدم فيها مؤشر ويستبعد دول ويبقي دول حتى يصل في الاخر الى ان هذه الدوله هي التي يجب ان نستثمر فيها. حتى النهارده حطينا مثلا مؤشر الدخل الفردي مثلا، وقسنا خلاص في دول هنستبعدها دخلها، مثلا ننتقل لمؤشر اخر درجه المخاطره مثلا، ننتقل لمؤشر اخر وليكن درجه المنافسه مثلا، مؤشرات متعدده نحطها عشان نقارن بين الاسواق، وكل مؤشر هيمكنني ان انا استبعد عدد من الاسواق. في الاخر هيفضل معانا سوق واحد او سوقين هم اللي بندخلهم ونشتغل عليهم، ودوت بيتكرر يا جماعه، العمليه دي تتكرر اكثر من مره
كل فترات طبعا الشركات دائما لا تتوقف عن البحث عن اسواق دوليه جديده. معذره. طيب احنا درسنا البيئه الداخليه ودرسنا البيئه الخارجيه. وخلي بالكم في البيئه الخارجيه زي ما ذكرنا يا جماعه ان دائما يعني عشان بس يعني نكون برضو الحته ديت ملمين بيها. انا هديكم امثله بسيطه يعني في البيئه الاقتصاديه مثلا ازاي يكون في فرصه وازاي يكون في تهديد. يكون في فرصه لما يكون في رواج اقتصادي، في مناخ اقتصادي جيد، في قوة شرائية عالية، ويبقى العكس معناها في تهديد. البيئة السياسية معناها ان الدولة مثلا خدت قرارات او توجهات ان هي تبني علاقة مع دولة اخرى ومنطقة اخرى، معناها ان في فرص. النهارده الشركات اللي كانت شغالة داخل السعودية مع مجلس وجود مجلس التعاون الخليجي اللي حصل بدأت تجد اسواق اخرى تعمل فيها، اصبح في فرص. التهديد يجي امتى؟ لما تيجي مثلا الدولة تتخذ قرارات بقطع علاقات مع دول معينة مثلا، وبالتالي انت متعود مثلا تشتغل معاها وتبقى في تبادل او في توجه عندك انك انت تدخل لهذه الاسواق، فبالتالي تبقى مشكلة. البيئة الاجتماعية والثقافية، تغيرات بتحصل في ذوقيات المستهلكين، في النظام ممكن تبقى تغيرات في السوق العام، في السوق الاستخدام للمنتجات، في احتياجات معينة، فدوت بيفرض عليك الاشياء. طبعا كمان في مجتمعات تلاقي ليها ثقافات معينة، فدوت بالنسبة لك بيمثل فرصة ازاي تقدم خدمات تتناسب مع هذه الثقافة. بيبقى تهديد لو انت المنتج بتاعك او الخدمة بتاعتك ما تتمشاش مع هذه الثقافة. البيئة التكنولوجية، في تطورات تكنولوجية بتحصل، فممكن تستثمر هذه التطورات وبالتالي تبقى بالنسبة لك فرص تسويقية مميزة، وممكن لا التطورات دي تعمل لك تهدد مجال العمل بتاعك على اساس ان مجال العمل بتاعك بيتقادم ومش ماشي مع تطور التكنولوجيا، فدوت يفرض عليك انك تواجه التهديد وتحوله الى فرصة. يعني حاجات كتير بتوضح الكلام دوت، ويبقى في رادار شغال بيجمع معلومات بشكل مستمر وبيحط مؤشرات في الاخر عشان يدي يكون القرار دين. يا جماعه اتخاذ القرار في الاستثمار في الاسواق الدوليه تحديدا فهي قرارات مكلفه، مش سهله ابدا ان انا اخذ قرار ان استثمر في سوق فلاني سين او صاد ولكن اكتشف ان هذا القرار خاطئ، وبالتالي تكون التكلفه عاليه جدا جدا، والتكلفه ممكن تسبب كارثه للشركه، لهذا يجب ان تدرس جيدا. طيب درسنا البيئه الداخليه. هنا خلي بالكم في مراحل التخطيط الاستراتيجي بناخد هذه المراحل. اول مرحله بيقول لك ادرس البيئه كويس. البيئه هنا بيكلمني على البيئه الداخليه وشرحناها، ويكلمني على البيئه الخارجيه وشرحناها، وبيكلمني على دراسه المناخ الاستثماري. ايه المناخ الاستثماري دوت؟ اللي هو مجمل العناصر او المتغيرات القانونيه والاقتصاديه والسياسيه اللي تكون فيها البيئه دوت. يا جماعه مرتبط بالنقطه اللي قبلها اللي هي العوامل البيئيه اللي احنا بنتكلم عليها. هذه العوامل الجميعة تشكل المناخ الاستثماري. هل المناخ الاستثماري دوت يشجع على التصدير او يشجع على البحث عن السوق او دخول السوق ولا العكس؟ فهنا بيقول لي خلي بالك في عدة عناصر بتشكل عناصر محفزة للاستثمار، فانت معنى كده انك هتدرس هذه العناصر وشوف مدى تحفيزها لعملية الاستثمار وعملية الدخول الاسواق الدوليه. اول عنصر بيكلمني على حجم السوق او الماركت سايز. ايه حجم السوق دوت؟ بيقول لي في مؤشرات بتقيس حجم السوق، قال لي متوسط دخل الفرد، معدل نمو الدخل، نسبه الصناعه في الدخل القومي، يعني احنا في دخل قومي النهارده نسبه الصناعه فيه قد ايه، نسبه عدد اهل الحضر الى اهل الريف، حجم المبيعات في السوق، يعني حاجات عده عناصر بتكون او بتحدد معي او بتحدد لي حجم السوق. فهل حجم السوق دوت مغري او جذاب او حجم منخفض يعني ما يستحقش التعب والمجهود، او بالتالي مش هيبقى فيه المردود او الارباح التي تبرر التكاليف لدخول هذا السوق. بعد كده بتكلم على سهوله القيام بالعمل التجاري. وايه سهوله القيام بالعمل التجاري؟ اللي ايز اوف دوينج بزنس، ونقطه مهمه جدا هي دوت مؤشر اخر بنستخدمه في قياس المناخ الاستثماري اللي هو يتعلق هل في امكانيه ان نعمل في السوق بسهوله؟ هل في امكانيه لما اخرج بالسوق بخرج بسهوله؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ فدوت الامور دوت في منتهى الاهميه للشركه. الشركه لازم تكون عارفه كويس جدا هي رايحه فين بالظبط. هنا بيكلمني كمان في امور متعلقه بالضرائب وتطبيق العقود وحمايه الملكيه، والاجراءات دي بتاخد قد ايه؟ وهل هي معقده او غير معقده؟ هل في سهوله في دعم وانا بشتغل بيزنس في السوق دوت ولا هيبقى في صعوبه؟ دوت مؤشر مهم جدا عشان يحدد. طبعا لو كان في سهوله وكان في مرونه معنى كده ان دوت هينعكس على مناخ الاستثمار وهيشجع الشركه الدوليه ان تدخل السوق. هيكلمنا على التكاليف والموارد المتوفره. ف
فهل هنا في تختلف العميل بالنسبه للصناعات الاستخراجيه او الاستخراجيه؟ اهم اعتبار هو توفر المعدن المواد استخراجه. فالنهارده في معدن هنطلعه النهارده او هيبقى ليه دور في الصناعه بتاعتنا، ذهب الومنيوم نحاس الى اخره، هل المعدن متوفر في السوق دوت؟ هل هو كافي يبرر الاستثمار الطويل؟ هل احنا استثمرنا في استخراج هذه المعادن مثلا حتى تدخلنا دخل مناسب وتدخلنا ايراد كويس؟ قال لي تكلفه المواصلات والشحن مهم جدا طبعا، لان ممكن السوق تخلي بالك يعني استخراج المعادن ديت من مكان والسوق اللي بتتصرف فيه مكان اخر، المسافه ما بينهم قد ايه؟ سهوله الشحن هل هي متاحه ولا لا؟ هل في سرعه في النقل ولا في بطء في النقل؟ العوامل مهمه. قال لي انبا بالنسبه للصناعات التحويليه اللي هي تحويل منتج او سلعه من شكل الى شكل اخر، ايه اللي هيفرق فيها؟ توفر العماله. هل احنا دلوقتي لما ندخل نعمل صناعات تحويليه في مكان معين، هل في عماله موجوده في البلد ديت ولا لا؟ التقنيه المستخدمه اقتصاديات الانتاج، عوامل بتحدد مدى وفره التكاليف في المكان دوت، عامل اخر. العامل اللي بعده يا جماعه ايه؟ عامل المخاطر او ريسك. فهنا بيقول لي المخاطر طبعا العامل مهم جدا. كلما زادت المخاطر في سوق كلما قللت من جاذبيه الدخول في هذا السوق، والعكس صحيح، عندما تقل المخاطر تزيد جاذبيه السوق. لان يا جماعه احنا متفقين، حتى اقول لك في مفهوم ايه؟ راس المال جبان. يعني ايه راس المال جبان؟ راس المال جبان بيتحرك بيهرب من اي منطقه واي سوق يواجه فيه مخاطر. ومخاطر قد تكون مخاطر الفقدان، ان راس المال يضيع، ان راس المال لا يسترد، ان راس المال يواجه ظروف غير مواتيه، فبالتالي راس المال يتحرك وينطلق ويهرب بعيدا عن اي مكان فيه مشاكل او قلاقل. وبالتالي هنا يا جماعه المخاطر طبعا شرحناها قبل كده يا جماعه في فصل سابق، احنا مش هنشرح المخاطر دي مره اخرى، لكن شرحناها قبل كده، قلنا في مخاطر سياسيه ومخاطر اقتصاديه ومخاطر غير اقتصاديه وشرحناها بالتفصيل. فبالتالي بنقيس هل هذه المخاطر في هذا السوق مرتفعه او منخفضه، او لما نقارن بين سوق واخر عشان نوازن ونحدد او ناخذ قرار اين نستثمر، ايه السوق اللي فيه مخاطر مرتفعه وايه السوق اللي فيه مخاطر اقل، وبناء عليه بناخذ القرار بتاعتنا. قال لي كمان هنا يا جماعه طبعا هنا بيذكر يا جماعه اهم العناصر، احنا اهم العناصر حجم السوق وسهوله القيام بالعمل التجاري والتكاليف والموارد المتوفره والمخاطر. طيب هنا بيقول لي كمان ان في وسيله بقارن بين المخاطر. هنا مديني يعني هنشوفها مع بعض هنا يا جماعه. هو في النهارده بقارن بين قطرين وبلدين، هنشوف المثال الواضح بالنسبه لنا هنا. هنا عندي في الجدول اللي قدامي دلوقتي عندي في عمود بيكلمنا على القطر والعنصر والوزن، ماشي، والعمود الاخر بيكلمنا على القطر السين وبعد كده القطر صاد، والمطلوب ان انا اقارن ما بينهم فيما يتعلق ببعض العناصر عشان اخد قرار اين استثمر واين اتوجه. فمثلا على سبيل المثال حجم السوق دوت عباره عن عنصر نفسه اللي بنقارن فيه. الوزن بقى اهميه الوزن، اهميه العنصر دوت، مثلا عندي حجم السوق وعندي سهوله العمليات وعندي التكاليف وعندي المخاطر. حجم السوق بديله 2 درجتين، يعني الوزن بتاعه 2 يا جماعه. ضعف سهوله العمليات وضعف التكاليف وضعف المخاطر. ماشي؟ دوت وزن انا بحدده حسب اهميه كل عنصر. في حجم السوق الوزن بتاعه 2، ماشي يا جماعه، سهوله العمليات الوزن بتاعها 1. التكاليف الوزن بتاعها 1، المخاطر الوزن بتاعها 1. طيب دوت بالنسبه للعمود اليمين. طيب بالنسبه للقطر بقى سين، او القطر انا عايز ادرسه كويس. فقال لي في درجه مقدره وفي معادله بقى بعد الدرجه دي، زي بالظبط زي التقديرات احنا بندرسها في او بنحصل عليها في الجامعه. فالدرجه المقدره مثلا ممتاز، ممتاز يعني ايه؟ 90 فعلة، ممتاز يعني 90 فعلة. اذا حجم السوق هنا هل بياخد هياخد معانا امتياز ولا هياخد ب ولا هياخد ج ولا هياخد د؟ ب ممتاز فعلة، ب من 80 الى اقل من 90، ج من 70 الى اقل من 80، د من 60 الى اقل من 70. طيب هنا بالنسبه لحجم السوق بيقول لي المعادله هتبقى ازاي في القطر السين؟ خلي بالك في بلد سين هتبقى ازاي؟ يبقى هنا في 90 في 2، 90 ان واخد ان القطر دوت واخد امتياز فيما يتعلق بحجم السوق. ووزن حجم السوق 2. اذا 90 الدرجه اللي احنا بنحددها هاخد 90 في ايه يا جماعه؟ 90 في 2 هيبقى يساوي كام؟ 180. اللي تحتها بقى سهوله العمليات الوزن بتاعها 1، ماشي يا جماعه؟ والتقدير ب من 80 الى اقل من 90، هو هياخد ب او خد ب بناء على دراسه معينه بينت ان هو هياخد ب.
هتبقى 80 في الواحد هيساوي 80. بعد كده التكاليف نفس الكلام، جيم هتاخد جيم، الجيم ده معناه من 70 الى اقل من ايه؟ من 80. هو مديني مثال يعني على اساس انه بيستوعب. اذا في عنصر وفي وزن، ماشي يا جماعه، وفي بناء على دراسات بقدر بقى هل هو الدرجه اللي هيحصل عليها امتياز ولا اقل ولا اقل ولا اقل، ونضرب دي في دي طبعا المحصله. بنحاول نوصل لمؤشر رقمي عشان استطيع من خلاله ان انا ايه اقارن. فدوت المعادله بعد الوزن. بعد كده بيقول لي القطر الصاد نفس الكلام، بيقارن بين القطر السين والقطر الصاد. القطر الصاد بيقول لي بالنسبه لحجم السوق، خلي بالك القطر السين خد امتياز، ف 90 في 2 ب 180. القطر ب هياخد ب بالنسبه لحجم السوق، يعني حجم السوق معنى كده انه اقل من حجم السوق في سين. فهنحسب الحسبه هنلاقي 8 في 2 او 80 في 2 هتساوي 160، وهكذا بالنسبه للعناصر الاخرى. برضه صوره العمليات خدت ب في القطر السين هتاخد ب برضه في قطر الصاد. التكاليف خدت ج هنا وهتاخد ج هنا وهكذا. لكن هو هيحسب الحسبه في الاخر، هتبين له يا جماعه لما نجمع الدرجات ديت هيبين لي ان القطر السين اعلى جاذبيه من القطر ايه؟ من قطر الصاد. دي ادوات بيتم استخدامها عشان يتم الوصول الى تصور صحيح في الاختيار ما بين دخول سوق سين ودخول سوق صاد. قال لي كمان هنا في باحثين جونسون وشي سنه 96، يعني بيديني مثال اخر للمقارنه يا جماعه والمؤشرات اللي بنستخدمها في المقارنه بين الدول. فبيديني هم اختاروا 10 عناصر تعبر عن مؤشر الحريه الاقتصاديه، كلها تتعلق بسياسات الحكومه. هنا ايه ال 10 عناصر دول؟ بيقول لك الباحثين دول قدموا كمان تصور اخر بخلاف التصور اللي درسناه في الجدول السابق. في تصور اخر بيقول لك ان في 10 عوامل، 10 عوامل نقارن ما بينها. فحريه الاعمال، حريه التجاره، الحريه الماليه، حجم الحكومه، الحريه النقديه، حريه الاستثمار، حريه التمويل، حريه الملكيه، الحريه من الفساد، وحريه العمل. طبعا احنا ذكرناهم او موجودين عندنا بشكل اجمالي بدون تفاصيل فيها، لكن بالتاكيد المؤشر دوت ليه تفاصيل. يعني النهارده حريه الاعمال بحسبها ازاي، حريه التجاره بحسبها ازاي، الماليه بحسبها ازاي، الاستثمار بحسبها ازاي. يعني دوت مش كلام يا جماعه، مش كلام عام، لا هو الكلام دوت يتم ترجمته الى ارقام، واخدين بالكم؟ لكن احنا مش مسؤول عندنا او مش 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 مطالبين ان احنا نشوف التفاصيل بتاعت الموضوع ايه، لكن واحد المؤشرات اللي بنتكلم فيها. لكن احنا ذكرنا المثال اللي قبل كده كان بيتكلم بشكل رقمي شويه، بيوضح لي بشكل تفصيلي مدى جاذبيه السوق. طب خلي بالكوا بقى ان الكلام ده كله اللي احنا ذكرناه دوت بيتكلم على اول مرحله في مراحل التخطيط الاستراتيجي. احنا خدنا الاول تعريف التخطيط الاستراتيجي وانتقلنا الى مراحل التخطيط الاستراتيجي. فخدنا اول مرحله هي دراسه البيئه. طيب دراسه البيئه اشتملت عليها، اشتملت على دراسه البيئه الداخليه ودراسه البيئه الخارجيه ودراسه المناخ الاستثماري، وتكلمنا على العوامل المؤثره في المناخ الاستثماري يا جماعه، وخدنا بعض المؤشرات اللي ممكن هي بتستخدم في قياس المناخ الاستثماري او المقارنه بين الدول. تنتقل الى المرحله الثانيه من مراحل التخطيط الاستراتيجي، ومرحله صياغه الرساله. صياغه الرساله طبعا هيجي بعد احنا ما حللنا الموقف، قوه وضعف وفرص وتهديدات، نظرنا بالداخل وجدنا قوه وضعف، ونظرنا بالخارج وجدنا فرص وتهديدات، بناء عليه نبدا نحدد الرساله بتاعتنا ايه والاهداف بتاعتنا ايه. دوت هو الترتيب المنطقي في التخطيط الاستراتيجي يا جماعه. طيب صياغه الرساله عباره عن ايه؟ برضه انتوا خدتوا هذا العنصر في السابق. ايه صياغه الرساله؟ احنا موجودين ليه؟ السبب او الغرض الاساسي لوجود المشتري في السوق، احنا موجودين ليه؟ فبيقول لي ان صياغه الرساله توضح الغرض من وجود المنشأة وما تقدمه لأسواقها وعملائها ومجتمعها بصفة عامة. اداني هنا مثال، قال لي رسالة خطوط السعودية أن نكون ناقلا جويا عالمي المستوى سعودي السمات، عالمي المستوى سعودي السمات، فائق العناية بعملائه، حريصا على رعاية موظفيه. الرسالة بتشمل جوانب مختلفة، مش بس العملاء والسوق، ده كمان بتشمل الموظفين يا جماعة. دوت بتوضح المسؤولية الاجتماعية أو مسؤولية الشركة تجاه موظفيها، والمسؤولية الاجتماعية ممكن تتضح كمان في مسؤولية الشركة تجاه المجتمع بتاعها. طيب رسالة سابق بتقول لي إيه؟ سابق شركة معروفة، تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من خلال ابتكار والتفوق في عملياتنا التشغيلية مع تحقيق تطلعات كافة القطاعات المتعاملة معنا. رسالة شركة زين الكويتية أو شركة زين، أن نعزز
وضعنا كشركة رائدة عالميا في مجال خدمات الهاتف النقال والبيانات بتقديم خدمات من الدرجة الأولى لكل عملائنا أينما كانوا في العالم. ديت الخطوة الثانية في بناء الاستراتيجية وهي صياغة الرسالة. مهم جدا طبعا يا جماعة إن الرسالة تبقى واضحة محددة. هنتكلم على الأهداف برضو ومطلوب منها تبقى واضحة، لكن خلينا في الرسالة لازم تبقى واضحة ومحددة. ولازم إحنا كل منسوب الشركة وكل الإدارات بتاعتها يجب أن يدركوا هذه الرسالة. ما ينفعش أبدا الشركة يبقى الرسالة مجرد يافطة محطوطة أو لافتة أو بورقة مكتوبة، ولكن يجب أن تكون فعالة. فعالة لو إحنا أدركنا هذه الرسالة ولو إحنا اشتغلنا بناء على هذه الرسالة. إحنا يا جماعة موجودين عشان كذا، دوت المعيار بتاعنا. لو إحنا بنأدي ده يبقى إحنا بالفعل إحنا نؤدي ما وجدنا من أجله أو ما نشأنا من أجله أو ما تم تأسيسنا من أجله. أما أن هذه الرسالة لا تكون فعالة واقعية أو مفعالة، معنى كده أن احنا نتكلم عن كلام ورق. فبالتالي احنا قضية، الرسالة قضية وجود يا جماعة، أنت موجود ليه؟ فلازم تبقى واضحة بالنسبة لك. ما لا نتصور أبدا أن شركة دولية تعمل في الأسواق الدولية وليها طموحاتها العالية جدا وليها أهدافها قوية جدا، لازم تكون تماما مدركة إيه الرسالة بتاعتها وتسعى لتحقيقها ازاي. طبعا الرساله يا جماعه يعني تعتبر يعني جمل مختصره بتكتب، ولكن الرساله يتم تحويلها لاحقا الى ايه؟ الى اهداف. يتم تحويلها لاحقا الى اهداف. الاهداف هيبقى هتفصل الرساله بتاعتي بقى. الاهداف زي ما واضح هنا يا جماعه، الجزء يمكن ما كملناهوش احنا في الاول. الرساله الاهداف لازم يكون ايه؟ قابل للقياس. وحددنا يعني ايه قابل للقياس، ودينا مثال نموذج الطالب. النهارده الشركه ما تقولش الهدفي ان ازود المبيعات، لا، هدفي ازود المبيعات بنسبه كذا في السوق الفلانيه خلال فتره كذا. دوت يبقى كده معنى كده هدف قابل للقياس. اذا تستطيع الشركه او المنظمه كل فتره ان تعمل مراجعه، هل هم بيوصلوا للهدف بتاعهم ولا ما وصلوش للهدف بتاعهم. الهدف لازم يكون مكتوب. مهم جدا الهدف يبقى مكتوب. النهارده الموظف بقى شايف الهدف قدامه، الاداره شايف الهدف قدامها، فالنهارده الشركه كلها تبقى موجهه بالاهداف يا جماعه. تفرق كتير جدا لما يكون في هدف واضح امامها. حتى في مثل يقول لك ايه، العالم او حكمه تقول العالم يفسح الطريق الى لمن يعرف الى اين هو ذاهب. العالم يفسح الطريق لمن يعرف الى اين هو ذاهب. فبرضه نفس الكلام، لازم تبقى الاهداف واضحه محدده. الاهداف بتدي دافعيه للشركه. والاهداف مهمه احنا كمان تبقى طموح، ما تبقاش اهداف متواضعه. بس مش طموح يا جماعه بحيث انها تفوق الامكانيات، لا، هي تناسب مع الامكانيات، بس انا دايما بحاول اوصل لايه؟ لمستوى افضل، وبالتالي احاول ان احسن الامكانيات. لكن احيانا ما ينفعش ان احط اهداف طموحه زياده عن اللزوم. النهارده انا مثلا لسه فتحت مؤسسه او شركه في منطقه شرقيه مثلا، اقول ان انا السنه الجايه هدخل الاسواق الدوليه مثلا او هدخل السوق الخليجي. لا، ده دخلت الشرقيه ممكن الهدف المناسب بعد كده ان ادخل المنطقه مناطق اخرى داخل المملكه، ويبقى يجي بعد كده الهدف. فهي فكره الطموح التناسب مع الامكانيات. قال لي الهدف لازم بقى كمان كل العناصر داخل الشركه بتدركه جيدا، الاداره، الموظفين، الشركات العالميه تجد فيها حتى الموظف البسيط العامل البسيط يدرك الاهداف. ليه؟ النهارده يا جماعه في اهداف بتحطها الشركه فوق. هذه الاهداف ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ان كل اداره هتحدد نصيبها من هذه الاهداف، ايه المطلوب انها تعمله عشان الشركه توصل للاهداف بتاعتها. فالنهارده الشركه حددت اهداف معينه، إدارة التسويق هتحدد أهداف، إدارة الإنتاج هتحدد أهداف، الإدارة المالية هتحدد أهداف، الإنتاج هتحدد أهداف إلى آخره. وتحت داخل كل إدارة في أقسام، كل قسم هيحدد الهدف بتاعه. تحت كل قسم في موظف هيحدد الهدف بتاعه وهكذا. لو المنظومة دي تمت بشكل جيد يبقى إذن إحنا بصدد شركة موجهة بالأهداف، عارفة هي رايحة فين بالظبط، ودوت أساس التخطيط الاستراتيجي يا جماعة. هذا هو اساس التخطيط ايه؟ الاستراتيجي. بعد كده اذا معذرتنا يا جماعه، بعد كده صغنا الرساله وحددنا الاهداف، يفضل ان احنا نحدد ايه بقى؟ ها؟ ايه اللي هيوصلنا للهدف؟ كيف نصل الهدف بتاعنا؟ يبقى احنا في الاول يا جماعه درسنا نقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات. بصينا داخلنا، بصينا في الجو في البيئه المحيطه بينا،
يقدر ان يكون فكره ان يا جماعه دي الرساله بتاعتنا ودي الاهداف بتاعتنا وحددناها بالتفصيل. طيب بعد كده اللي هيفضل ان انا احدد كيف اصل لهذه الاهداف في الاستراتيجيه. كيف اصل لهذه الاهداف؟ فانا مديني مثال طبعا يا جماعه، استراتيجيات متعدده وكثيره تتعلق بالدخول السوق، تتعلق بالتعامل مع العملاء، طبعا استراتيجيات لازم تبقى ايه. في عندي مثلا على سبيل المثال بورتر محدد ثلاث تصنيفات. بورتر دوت احد العلماء المتميزين في مجال التنافسيه وليه نظريات متميزه جدا، وطلع او اتكلم على ثلاثه انواع من الاستراتيجيات. اتكلم على استراتيجيه الرياده في التكلفه. يعني ايه الرياده في التكلفه يا جماعه او كوست ليدرشيب؟ انك انت بتنافس من خلال ايه؟ من خلال السعر. هتنافس من خلال دي الاستراتيجيه بتاعتك. هو عايز يقول لك برضه في الاسواق الدوليه لازم تحدد انت هتنافس من خلال ايه في السوق؟ هل السعر؟ فاول حاجه انك تنافس من خلال الرياده في التكلفه. يعني الرياده في التكلفه معناها ايه؟ انك انت عندك قدره انك تدير نظام تكاليف قوي ومنضبط وباقل قدر من التكاليف، وتحصل على مواد خام باقل قدر من التكاليف، وعماله باقل قدر من التكاليف، وعناصر مختلفه هتمكنك ايه في الاخر؟ انك تدخل الاسواق الدوليه وتنافس بالسعر. مين بيطبق الاستراتيجيه دي؟ الصين. الشركات الصينيه معروفه بتطبيق هذه الاستراتيجيه. عندهم عماله رخيصه، عندهم امكانيه انهم يحصلوا على مواد خام ومدخلات رخيصه، وعندهم نظام قوي في ضبط التكاليف، وبالتالي يقدر يقدم منتجات للسوق الدولي باسعار مخفضه. يبقى دوت الاستراتيجيه بتاعته، هو شغال على الاستراتيجيه دي. واضحه دي يا جماعه؟ اذا كل ما يتماشى مع هذه الاستراتيجيه بيعمله، وكل ما يتنافى مع هذه الاستراتيجيه بتجنبه تماما. هذه الشركات بتعمل كده. احنا النهارده طالما احنا الاستراتيجيه بتاعتنا والتوجه بتاعنا على ان احنا بننافس على اساس السعر، فاذا لازم كل العوامل يجب ادارتها لتحقيق هذا الهدف. ما ينفعش ابدا النهارده ان الشركه بتنافس على اساس السعر ونجد عندها فوضى في اداره العمليات بتاعتها، او ما فيهاش في تكاليف منضبطه، او فيها اهدار موارد. ده كله كلام غير مقبول. اذا كنت انت هتنافس بالسعر فمعنى كده ان كل العناصر بتخدم على هذه على هذا التوجه. فبالتالي الشركات اللي بتنافس بالسعر لازم يكون عندها نظام قوي لضبط التكاليف عندها، ونظام متميز كمان في الحصول على مدخلات، مواد خام وعماله وادوات والات باسعار تنافسيه، ودوت هياثر على المخرجات بتاعتها. ما النهارده كل ما كانت المدخلات باسعار مناسبه واسعار مخفضه هيقدر يصنع وهيقدر يطلع مخرج بسعر ايه؟ بسعر مخفض او سعر ايه؟ او سعر مناسب. طيب دي استراتيجيه. الاستراتيجيه الثانيه بتكون اسمها ايه يا جماعه؟ استراتيجيه ايه؟ التميز. ايه التميز؟ يعني ان انا مش هنافس بالسعر ولكن هنافس بايه؟ بالجوده والتميز بقى. واخدين بالكم؟ طبعا هنا تفرق. النهارده لما اشوف الشركات اليابانيه واليابان بتنافس بايه يا جماعه؟ بتنافس بايه؟ بالجوده لا شك. فالنهارده انت اخترت انك انت يا اما بتنافس بالسعر واتكلمنا عليها، يا اما تطبق استراتيجيه اخرى في السوق الدوليه وحتى الاسواق المحليه اللي هو التميز، انك قادر على انك تقدم منتجات وخدمات ذات مستوى اداء عالي وذات مستوى اداء مرتفع. طب دوت هيتحقق بسهوله؟ لا. معنى كده انك انت عندك تكنولوجيا متطوره، عندك معرفه متميزه في المجال، عندك امكانيات، عندك بتحصل على مواد خام متميزه، عندك عماله ماهره وناس عندهم مهارات عاليه في الاداره وفي العمل والى اخره، عوامل متعدده تمكنك من انك انت ايه؟ انك تقدم خدمه متميزه او منتج متميز. انت معروف في السوق بتاعك انك انت شركه او انت بتقدم ايه؟ منتجات او خدمات ايه؟ متميزه. دي الاستراتيجيه بتاعتك. اذا كل ما يخدم برضه هذه الاستراتيجيه هنعمله، وكل ما يقف عائق دون تطبيق هذه الاستراتيجيه هنستبعده. مش ممكن اتوقع يا جماعه النهارده شركه بتنافس على الجوده او بتنافس على التميز او مدخلها واستراتيجيتها هي التميز وتجد فيها مثل عيوب في الصنعه بتاعتها وفي التصنيع بتاعها، عيوب زياده على الحد مثلا، او عندها عماله مش مدربه كويس، او ما عندهاش امكانيات ماليه تمكنها ان هي تحصل على مواد خام بسعر بجوده متميزه. دوت شيء معروف طبعا، واليابان شغاله وشركات شغاله على هذا الامر، والسوق كله كده يا جماعه. يا اما انت بتشتغل على التكاليف، يا اما بتشتغل على ايه؟ على الجوده والتميز. لكن ما ينفعش انك انت لا شغال دي ولا دي ولا دي، تبقى في اشكاليه، تبقى الشخصيه حتى بتاعت الشركه مش واضحه، الملامح بتاعتها مش واضحه. فبالتالي هذه استراتيجيتين. في استراتيجيه ثالثه. ايه الاستراتيجيه الثالثه؟ قال لي ان انا اركز على جزء من السوق بيسموه الفوكس بالظبط. ايه اركز على الكلام ده؟ خدتوه قبل كده يا جماعه. احنا قلنا لما اتكلمنا عن تجهيزات الاسواق، خدتوا تجهيزات الاسواق في مقر التسويق يمكن او في مقرات اخرى، لكن مفهوم اعتقد مش غريب عنكم. في مفهوم اسمه تجزئه الاسواق. يعني ايه تجزئه الاسواق؟ انك تجزئ السوق بتاعك.
اولا في مفهوم هو عدم تجزئه الاسواق. ليه تجزئه؟ عدم تجزئه تتعامل مع السوق كله وحده واحده. شركات المياه الغازيه النهارده شركه القصيم وشركات اخرى تتعامل مع السوق كله باعتبار السوق واحد وتقدم منتج واحد لكل السوق. ليه؟ لان مفيش اختلافات. الناس عايزه تشرب ميه مفيش اختلافات يعني. لكن في شركات بتجزئ السوق بتاع النهارده. ليه التجزئه؟ بمعنى خدنا المثال قبل كده قلنا الكليه هنا لو حابه تجزئ الاسواق بتاعتنا في طلاب النهارده انتظام، في طلاب انتساب، في طلاب، في طالبات، في طلاب اداره ماليه، في طلاب اداره اعمال، في طلاب اداره تسويق. اذا الاحتياجات ما بينهم تختلف، المتطلبات تختلف. اذا ممكن اداره الكليه بتتعامل مع كل شريحه على حد. ده اسمه تجزئه الاسواق. ان تجزئ سوق القطاعات. طب بنجزئها ازاي على القطاعات؟ على اي اساس؟ في اساس ديموغرافي، الدخل والسن والتعليم والوظيفه. في اساس اقتصادي، في اساس اجتماعي وثقافي. في اسس مختلف ممكن نقسم بيها يا جماعه. واخدين بالكم؟ لكن تظل الاسس الديموغرافيه مهمه جدا، الدخل والسن والتعليم والحاجات دي كلها. المهم بنقسم السوق للقطاعات. وكل قطاع عندنا له مزيج تسويقي مختلف، منتج، تسعير، توزيع، ترويج. احنا عارفين مزيج التسويق. المنتج، التسعير، توزيع، ترويج. فالنهارده كل قطاع محتاج شغل مختلف. النهارده انا مركز تدريب مثلا بتشتغل على الرجال والسيدات، كل قطاع فيه من احتياجات وليه طريقه في تقديم الخدمه وهكذا. دي بيسموها تجزئه الاسواق. فالشركات الكبيره تعمل ايه؟ بتجزئ الاسواق وتقدم لكل جزء من السوق ما يتناسب معه. لكن بيحصل احيانا ان الشركات تختار ان تركز على قطاع معين تحديدا وتقدم خدمه لقطاع معين تحديدا. فعلى سبيل المثال شركات متخصصه في انتاج ملابس الاطفال، شركات متخصصه في انتاج الاحذيه الرياضيه مثلا. ده في يا جماعه شركات متخصصه في انتاج او في تصنيع ملابس الحوامل. يعني في مجال التركيز دوت مجال مهم جدا. ايه فكره التركيز؟ انك انت بدل ما تخدم الاسواق كلها، لا، اختار انك تتخصص في قطاع معين. وهنا برز مبدا التخصص يا جماعه. ودي استراتيجيه مهمه جدا وفي شركات ممكن تتبعها، ان احنا متخصصين في كذا. مش فكره ان انا اكون، مش النجاح ان انا اعمل كل حاجه، ولكن نجاح ان اعمل حاجه معينه بنجاح شديد او بتركيز شديد او باحترافيه شديده. هو ده السؤال. ففي شركات تختار استراتيجيه التركيز انها تركز على قطاع معين تحديدا وتقدم له خدمات معينه. ايه اللي بيفيد هنا؟ اللي بيفيد انه بيكتسب الخبره وتميز في هذا المجال، وبيبنوا قاعده عملاء متميزين، ويبنوا براند نيم وسمعه. السمعه دي بتبقى معروفه في السوق ان الشركه دي متخصصه في المجال الفلاني. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا بتحتاج ان الشركه، طبعا مش محتاجه استراتيجيه التجزئه بشكل عام، محتاجه امكانيات عاليه. في التركيز يا جماعه لا، محتاجه امكانيات اقل. فدي استراتيجيه ممكن تتبعها الشركات وبتتميز من خلالها. لكن فيها خطوره طبعا. استراتيجيه التركيز على جزء من السوق، ايه الخطوره اللي فيها؟ اوجه الخطوره اللي فيها انك انت معرض ان في منافسين يدخلوا السوق في هذا المجال، وبالتالي انت ما تعرفش يعني غير المجال دوت، فممكن تواجه مشاكل. فعشان كده دايما لازم تطور في السوق، ولازم تبقى اب تو ديت للتطورات اللي بتحصل، ولازم تبقى كلوز تو ذا كاستمر او قريب من العميل بتاعك وتعرف احتياجاته بشكل مستمر. لكن ديت عموما يعني ضمن الاشياء بيقول لك الشركات الدوليه ممكن تختار ما بين استراتيجيات. هذه استراتيجيات وطن بتختار ما بين استراتيجيات احنا ذكرناها قبل كده او تصورات، هل هتدخل من خلال الترخيص، ولا من خلال حقوق الامتياز، ولا من خلال تسهيل المفتاح، ولا من خلال اداره. كلها بدائل. واستراتيجيات هي بتختار الاستراتيجيه المناسبه اللي هتوصل للهدف بتاعها. دايما خلينا نتذكر ان في اهداف محدده. طيب اللي هيوصلنا للاهداف دي، هل دي هذه الاستراتيجيه ولا هذه ولا هذه؟ وفي تغيير وارد وفي تطوير وارد. دايما يا جماعه العالم البيزنس فيه مرونه، فممكن النهارده ماشي باستراتيجيه معينه ممكن اغير في الاستراتيجيه، ده وارد. لكن تحديد الاستراتيجيه بيتم بناء على الاهداف بتاعتنا. ايه النقطه اللي بعد كده بقى يا جماعه؟ احنا درسنا بيئه داخليه، بيئه خارجيه، مناخ استثماري، حددنا رساله، حددنا الاهداف، حددنا ايه الاستراتيجيات اللي توصلنا للاهداف ديت. يفضل ايه بعد كده؟ يفضل احنا، خلي بالكوا ده الكلام ده كله اللي فات ده كله كلام على الورق. معذرة، الكلام اللي فات ده كله كلام ايه؟ على الورق. لكن يفضل بقى عميل عنصر ايه؟ التطبيق. كيف سنطبق هذا؟ فتطبيق الاستراتيجيه محتاج احنا نقسمها. بيقول لي هنا بتقسم على مستوى الصناعه. احيانا ممكن الصناعه نفسها، النهارده شركه شغاله في مجال السيارات مثلا، الشركه دي موجوده في المانيا، فهو النهارده هتلاقي في استراتيجيه لصناعه السيارات على مستوى المانيا ككل. لازم الشركه تبقى واضحه بالنسبه لهذه الاستراتيجيه. بقى تبقى على مستوى الشركه بقى، النهارده الصناعه الالمانيه مثلا بتقول احنا في السيارات هنعمل كذا وتوجهاتنا كذا وكذا. تبدا هذه الشركه من خلال هذه الاستراتيجيه تحدد الاستراتيجيه بتاعتها تحديدا اللي تتماشى مع الاستراتيجيه الكليه المحطوطه.
بعد كده داخل الشركه هيبقى في استراتيجيه لكل اداره وكل قسم. ده يا جماعه بتصل الى وجود استراتيجيه لكل موظف. النهارده احنا متفقين ان الاهداف هتبقى على مستوى الشركه والاداره العليا والمتوسطه والتنفيذيه. طيب الاهداف، طالما حددت اهداف لازم احدد انا هوصل الاهداف دي ازاي. دي الاستراتيجيات، فلازم هيبقى في استراتيجيه على مستوى الشركه ككل، واستراتيجيه على مستوى الادارات والاقسام، واستراتيجيات كمان حتى على مستوى الافراد. فهنا يظل الموضوع تطبيق مهم جدا. ممكن احنا نعمل كلام كويس جدا على الاوراق، يعني على الاوراق ممكن نعمل كلام كويس جدا او نخطط كويس جدا على الاوراق، لكن لما نيجي ننفذ يا جماعه بيبقى في مشكله. ودايما دي خاصه متكلمنا على شركات دوليه واسواق دوليه، طبعا عندهم بيبقى انظمه قويه جدا جدا في هذا المجال، وتقسيم العمل والمشاركه واشياء كثيره جدا تضمن ليهم تطبيق الاستراتيجيات المناسبه. طيب بعد ما طبقنا لازم اعرف هل انا ماشي على الاتجاه الصحيح ولا مش ماشي على الاتجاه الصحيح. هل انا ماشي على الاتجاه الصحيح ولا مش ماشي على الاتجاه الصحيح؟ فدوت اللي بيدخلنا في العنصر الرابع، الخطوه الرابعه، الخطوه السادسه او المرحله السادسه في التخطيط الاستراتيجي، وهي ايه؟ الرقابه وتقييم الاداء. الرقابه وتقييم الاداء يعني مطابقه ما هو مخطط بما يتم تنفيذه بالفعل. فالنهارده انا كنت مخطط ان امشي في الاتجاه دوت بالشكل الفلاني. طب التنفيذ الفعلي بيقول ان انا بعيد عن هذا التخطيط، يبقى كده لازم اعدل ايه؟ المسار بتاعي. فديت وظيفه الرقابه وتقييم الاداء. واحنا عارفين يا جماعه ان ايه؟ وظيفه الرقابه عموما دي وظيفه اداريه لا شك، تخطيط تنظيم توجيه رقابه. فالنهارده بناكد عليه، لو عندك هدف وفي اهداف واضحه ومحدده هتقدر تعمل كنترول كويس وتعمل رقابه كويسه وتحدد وتقيم وتشوف انت ماشي صح ولا غلط. لكن لو ما كانش في هدف عندك واهداف محدده وقابله للقياس ولا تحتمل تاويلات، يبقى كده في اشكاليه عندك، انت مش عارف انت اساسا رايح فين. فازاي بقى هتحدد انك انت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ لكن لو انت محدد انت رايح فين تقدر بسهوله تحدد انت هل ماشي في الطريق الصحيح ولا. فاذا الرقابه وتقييم الاداء اذا في دوت بيتطلب ايه يا جماعه؟ نظام معلومات قوي جدا ليمكنني ان احصل على معلومات بشكل ما بالنا عندما نتحدث عن شركات دوليه. تعمل في شركات دوليه وتخاطب ملايين المستهلكين في اسواق دوليه، فلازم يكون في عندي معلومات بشكل مستمر، عندي اليه معلومات قويه جدا. الشركات العالميه والدوليه عندها مراكز معلومات قويه جدا يا جماعه، تمكنها من الحصول على المعلومات بشكل مستمر. فالنهارده انت بتطبق استراتيجيه، بتجمع بيانات بشكل مستمر، هل احنا ماشيين على المسار الصحيح ولا لا؟ البيانات بتكشف لك دوت، هل انت ماشي على المسار الصحيح؟ يبقى كويس جدا. لكن لو ماشي على المسار الخاطئ يبقى معنى كده انك انت لازم تعدل المسار بتاعك. واخدين بالكم يا جماعه؟ دي خطوات التخطيط الاستراتيجي، احنا يمكن درسناها قبل كده وبنثبت بيها المعلومه النهارده، وبتوضح اهميتها يا جماعه خاصه لما نتكلم على الاسواق الدوليه والاداره الدوليه. هنا اذا في هذا الفصل يا جماعه اتكلمنا على مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وقلنا هو تقييم بيئه المنشاه ونقاط قوتها الداخليه، ومن ثم تحديد اتجاهات واهداف المنظمه وتخصيص الموارد اللازمه لتحقيق الاهداف المطلوبه. اتكلمنا على مراحل التخطيط الاستراتيجي، اتكلمنا على دراسه البيئه، قلنا تشتمل على دراسه البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه، واتكلمنا على دراسه المناخ الاستثماري، واتكلمنا على ان هناك عده عوامل تؤثر في تحديد المناخ الاستثماري، هل هو ملائم او غير ملائم، حجم السوق، سهوله القيام بالعمل التجاري، التكاليف والموارد المتوفره، المخاطر. ودينا مثال على المخاطر يا جماعه، ودينا جدول ووضحنا، قلنا احنا بنعمل جدول بنحاول طريقه واداة بنستخدمها عشان نفاضل ما بين الاقطار وما بين الدول. قلنا في عمود هنحط فيه العنصر والقطر والوزن، وفي عمود بيحط نحط فيه الدوله ونحط فيه الدرجه المقدره، والعمود الاخر القطر الاخر، وحسبنا الحسبه وشفنا بنحسبها ازاي عشان نحدد انه القطر المناسب. وقلنا في بقى حسابنا نقدمه برضه مؤشر للمقارنه، وهذا المؤشر شمل 10 عناصر: حريه العمل، حريه التجاره، والحريه الماليه، وحجم الحكومه، والحريه النقديه، وحريه الاستثمار، وحريه التمويل، وحريه الملكيه، والحريه من الفساد، وحريه العمل. واتكلمنا بعد كده على صياغه الرساله واهميه صياغه الرساله، وادينا امثله للخطوط السعوديه وسابق وشركه زين الكويتيه. بعد كده اتكلمنا على تحديد الاهداف كخطوه ثالثه او مرحله ثالثه في مرحله ثالثه في مراحل التخطيط الاستراتيجي، ثم تحدثنا على تحديد الاستراتيجيه، قلنا ودينا مثال، قلنا الاستراتيجيات بتتنوع فيما يتعلق باستراتيجيه التعامل مع السوق او استراتيجيه دخول السوق، لكن ادينا مثال بسيط. واحنا قلنا ايه؟ ان بورتر فيه 3 استراتيجيات بتختار ما بينهم الشركه، يا اما رياده في التكلفه ديت بتركز على المنافسه السعريه وانك بتنافس على اساس السعر،
او انك انت تتميز في تقديم منتجات وخدمات ذات جوده مرتفعه، سميناها استراتيجيه التميز. او الاستراتيجيه الثالثه انك انت هتركز على سوق معين وقطاع معين وخدمه هذا السوق وهذا القطاع بتميز. وقلنا كمان الشركه بتحدد استراتيجيه دخولها السوق، هل تصدير ولا حقوق امتياز ولا تسليم مفتاح ولا اداره يعني كانت يعني. وقلنا طبعا ده كله معنى كده ايه، ان بعد ما احدد الهدف يا جماعه بحدد استراتيجيه بتوصلني الهدف، يفضل بعد كده اتكلمنا على تطبيق الاستراتيجيه، وهي ودوت تتعلق بعمليه التنفيذ في الشركه وازاي تنفذ الاستراتيجيه الموضوعه. وبعد كده اتكلمنا على رقابه وتقييم الاداء وازاي بقى في كنترول مستمر وبقى في رقابه مستمره عشان نحدد يا جماعه هل احنا ماشيين في الطريق الصحيح ولا ماشيين في الطريق الخاطئ، ولو كان في مشكله وماشيين في الطريق الخاطئ بنحاول نعدل ايه المسار بتاعنا. طبعا احنا بندرس بعد كده بنحاول ناخد يعني حاله عمليه بتثبت عندنا المعلومات شويه في هذا المجال. ففي حاله عمليه ان شاء الله يعني يمكن ناخدها بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره القادمه، هي مش موجوده في المرجع بتاعنا يا جماعه الحالات العمليه، احنا بنجيبها من مراجع اخرى، واحنا لو انتم مطالبين بيها بنقول لكم الحالات دي مطالبين بيها ولا دوت بيجي باللاحق لما نتكلم في الاختبارات وكده. لكن هي بتحاول احنا نثبت بيها المعلومات بتاعتنا في اكثر من حاله عمليه يعني. ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله بندرس الحاله العمليه ونشوف احنا ايه ازاي نستفيد منها. نتمنى ان احنا نكون استفدنا يا جماعه من هذه المحاضره، واحنا كده دخلنا بقى في الوظائف الخاصه بالاداره ووظائف المنظمه. وبعد ما خدنا فتره وتكلمنا كتير عن النواحي الاقتصاديه، لكن النهارده بنتكلم في موضوع يعني اداري بشكل كبير جدا وتوافق كويس جدا، وان شاء الله بننتقل بعد كده لموضوعات اخرى. نتمنى ان احنا نكون استفدنا من موضوع اليوم، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.